يقول دخلت المسجد لأصلي الفريضة ووجدت الإمام راكعا، فعندما كبرت وهممت بالركوع رفع الإمام من الركعة، وواصلت أنا ركعتي، ثم رفعت وأكملت الصلاة مع الجماعة، وعندما سلم الإمام أتيت بركعة خامسة لأنني ظننت أن الركعة الأولى لم تكن صحيحة، فهل علي إعادة للصلاة أو سجود السهو؟ وما هو حال المأموم مع الإمام في هذه الحالة؟ هل ينتظر الإمام أو يسرع ليتمكن من الركوع قبل رفع الإمام من الركعة؟ علما بأنني ألاحظ كثيرا من الناس يا فضيلة الشيخ يسرعون أو يتكلمون في بعض الأحيان مثل قولهم الله أكبر أو سبحان الله، أو يتعمدون إحداث أصوات ينبه الإمام بأنهم قادمون لأجل أن ينتظرهم حتى يركعوا، هل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الواجب على من دخل المسجد قد أقيمت الصلاة أن يدخل بسكينة ووقار كما قال صلى الله عليه وسلم، أمسوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا يدخل المسجد بجلبة أو بأصوات أو غير ذلك، بل يكون بالسكينة، لأن الناس في صلاة وفي عبادة فلا يشوش عليهم عبادتهم. وإذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا، ثم يركع مع الإمام ويقول لهويه للركوع الله أكبر مرة ثانية بالانتقال، وهي في هذا الموضع سنة، إن أتى بها فهو أكمل وإن تركها فإنها سنة، فليس عليه فيها شيء في هذا الموضع. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا بد من الإتيان بها وأن يأتي بها وهو واقف ثم يركع. فإن أدرك الإمام يعني ركع المأموم المسبوق ووصلت يداه إلى ركبتيه والإمام لا يزال في ركوعه فقد أدرك الركعة، فعليه أن يقول سبحان ربي العظيم، ولو رفع الإمام متأخر عنه يقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق به. أما إذا كان الإمام رفع رأسه قبل أن تصل يد المسبوق إلى ركبتيه راكعا فإنه في هذه الحالة قد فاتته الركعة فيأتي بدلها بركعة، فما فعلته إن كان من هذه الحالة وهي أن الإمام رفع رأسه قبل أن تنحني راكعا وتصل يداك إلى ركبتيك فإن فعلك صحيح، وما ألحقته من الركعة في الآخر عمل صحيح لأن الركعة الأولى قد فاتتك. أما إن كنت أدركت الإمام وهو راكع ووصلت يداك إلى ركبتيك والإمام لا يزال في الركوع فأنت قد أدركت الركعة، فتكون الركعة التي أتيت بها بعد السلام زائدة، ولكن نظر لجهلك في هذا الأمر فصلاتك صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.